السنة السنة إذا فعلتها لك أجر สิ่งที่เป็นสุนนะเนี่ยเราก็ทราบกันดีก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะได้รับผลบุญ وإن تركتها ليس عليك ذنب แต่ถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้รับการลงโทษ كل السنن من فعلها له ثواب ومن تركها ليس عليه عقاب ทุกอย่างที่เป็นสุนนะนะเราก็ทำเราละทิ้งเนี่ยก็ไม่การลงโทษالثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل
في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة نوعان ضربان. الإمام الشافعي رحمه الله وبدعة يبين بدعة نوعان. بدعة هدى وبدعة ضلالة. لين كَكُو بِدَعَةِ نَمْبَيْسُو خَبْخَوَ أَيْتَانْ نَمْ سَوْ بِدَعَةِ نَمْبَيْسُو فَامْ مُمِنْ. هناك أشياء فعلها العلماء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نظروا فيها وجدوها لا تخالف القرآن، لا تخالف ما جاء به الرسول، لا تخالف ما كان عليه الصحابة، فسموها بدعة حسنة. พวกเขาได้ผ่านการใคร่ควรพิจารณาวินิจฉัยแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดกับสิ่งที่ท่านรอซูลได้นำมามันไม่ได้ขัดกับสิ่งที่เป็นหลักคิดของคนในยุคซอฮาบะห์ ولو كان الرسول ما فعل ولو كان الصحابة ما فعلوا لكنها لا تخالف ما جاء به الرسول وما كان عليه أصحابهถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านนบีไม่เคยทำเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในยุคซอฮาบะห์แต่เป็นสิ่งที่มันไม่ได้ขัดต่อคำพูดของพวกเขาแต่อย่างใดกะอามัลอัลมอลิดเช่นยกตัวอย่างการทำมอลิดอัลมอลิดอัลรอซูลมาฟะอะละฮูท่านใช้บอกมอลิดเนี่ยด้วยความหมายของมอลิดแล้วท่านรอซูลก็ทำกันวัสซอฮาบะตุมาฟะอะลูฮูรอซูลมาฟะมาฟะอะลัลมอลิดอัลโททีอาท่านรอซูลเรื่องมอลิดเนี่ยนะรอซูลก็ไม่เคยทำนะซอฮาบะห์ก็ไม่เคยทำอินนามะฮัศละบะอ์ดัสซอฮาบะห์บิซะมานแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากยุคของซอฮาบะห์เป็นระยะเวลาเนิ่นนานฟิลมอลิดมาซะยะฮ์ซุลแต่เรามาดูเนี่ยในงานมอลิดในเรื่องของการทำมอลิดเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกิรออะตุลกุรอานอ่านกุรอานومدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يكان قدم قدم دين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن يقرأ شيئا من سيرته. عن قوات بانسون عن تن.
ويمد لهم طعام فيأكلون وينصرفون وأول من عمل المولد ملك إربل اسمه الملك المظفر أبو سعيد ملك المظفر أبو سعيد والإمام السيوطي عمل رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد حسن المقصد في عمل المولد والكتاب معي موجود يقول السيوطي وقد وقع السؤال عن عمل المولد هل هو محمود أو مذموم ومولد เนี่ย เป็น สิ่ง ที่ ศาสนา ชม เชย หรือ เป็น สิ่ง ที่ ศาสนา ตำหนิ وهل يثاب فاعله أو لا คน ที่ ทำ มอลิด จะ ได้ รับ การ ตอบ แทน ผล บุญ หรือ ไม่ قال السيوطي أن تطاب فالجواب عندي طاب أن أصل عمل المولد แท้จริง พื้นฐาน เดิม ของ การ ทำ มอลิด นั้น الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم وذكر قصة مولده عليه الصلاة والسلام ويمد لهم سماط فيأكلون وينصرفون มีการเลี้ยงอาหารกินอาหารกันแล้วก็แยกกันกลับบ้านไป من غير زيادة على ذلك โดยไม่ได้มีการทำอะไรที่เกินเลยกว่านี้ من البدع الحسنة ถือว่าเป็นบิดอะห์ฮะซะนะห์ التي يثاب عليها صاحبها ซึ่งผู้ที่กระทำจะได้รับผลบุญ لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم เพราะว่าในการทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการให้เกียรติต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมมา عند هؤلاء عمل المولد شرك يعتبرونه شركا แต่ว่านี่ชนบางกลุ่มมอลิดทํามอลิดเป็นชิริกวัลอียาซุบิลลาห์วัลอียาซุบิลลาห์วัลมุสลิมูนมินซู 800 ซะนะ يعملون المولد 800 ซะนะแต่ว่าในความเป็นจริงมุสลิมทํามอลิดกันมาตั้ง800ปีแล้วอัลลอฮุอักบัรيقولون للناس ليشوش عليهم الرسول فعل مولد ما فعل كيف أنت تفعل الصحابة فعلوا المولد لو كان المولد فيه خير لفعله الصحابة هكذا يقولون أقوم أكلم كم قال هم لوني لا الرسول هم ماي نا صحابة نا كي هم رو مولد نا تها ومن من دي جين بوخاو بوخو هم قوانا را أعطيني المصحف هذا المصحف الشريف الباء تحتها نقطة باء จะเปิดเปิดกุรอานมาจะสังเกตเห็นว่าใต้อักษรบาเนี่ยมีเม็ดนึงوالتاء فوقها نقطتان سلطان يبقى تبني صنع ميت يدان بول والجيم تحتها نقطة سنجيم ميم ميت يوان تاع يوم ميت بين وهناك فتحة وضمة وكسرة وسكون نعم لأجنان قا مي فتحة مي كسرة مي ضمة مي سكون سبحان الله أيام الرسول هل كان هذا؟ سبحان الله نسمعي لبي ميمه พวกเม็ดต่างๆเหล่านี้พวกสระต่างๆเหล่านี้ هل قال الرسول ضع نقطة تحت الباء ونقطتين فوق التاء ونقطة تحت الجيم هل قال الرسول هذا นี่เคยสั่งไม่เราให้ใส่เม็ดหนึ่งเม็ดใต้ตัวบาตาสองจุดข้างบนยีมมีเม็ดข้างใต้หนึ่งเม็ดนี่เคยสั่งไหมนี่ก็ไม่เคย هل قال الرسول ضع فتحة وكسرة وسكون وضمة هل قال
มีเคยกล่าวไม่ละว่าให้ใส่พระทักษรดมะสุกูลเนี่ยอลอันอลัยซะฮุมยัตบะอูนัลมะซอฮิฟฟิลมะดีนะอลัยซะฮุมในสมัยนี้ใครเป็นคนพิมพ์อัลกุรอานอัลมะซอฮิฟอัลลัตตียัตบะอูนฮาอัลยอมกุรอานที่เราอ่านกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยใครพิมพ์มะอ์นุกัตเอาบะดูนนุกัตมีจุดหรือไม่มีจุดأجيبوا كلهم أن يجيبوا. موجود ولا موجود. قولوا لهم. قولوا لهم. هل الرسول وضع النقط؟ هل قال الرسول ضعوا ضمة وفتحة وكسرة وسكون؟ هل فعل ذلك أبو بكر؟ أبو بكر يحمي. أو عمر أو عثمان أو علي؟ عمر عثمان علي يحمي. فإذا كيف تعملون عملا الرسول ما فعله ولا الصحابة فعلوه؟ لسنا إلى بوكان تون. تام سين تي ميكر مي نيو كون تان نبي. لكو كلفا خليفة كم ميكر تام. أنتم تعملون عملا؟الرسول ما فعله ولا قال افعلوه والصحابة ما فعلوه ولا قال افعلوه وتعملونه ثم تقولون لنا حرام المولد لأن الرسول ما فعله ولأن الصحابة ما فعلوه ทั้งที่มันไม่เคยมีเลยในสมัยท่านนบีไม่เคยมีในสมัยซอฮาบะฮาซาฮาวะอันนี้คืออารมณ์ล้วนๆมินดูนดะลีลนั่นโดยไม่มีหลักฐานแต่อย่างใดมะอันนะนาลานุฮัรริมวะฎอันนุกัตนะห์นุเราไม่เคยห้ามนะการที่จะไปใส่จุดในอัลกุรอานวะลานุฮัรริมวะฎอัลฟัตฮะติวัดดัมมะติวัลกัสเราะติวัสซุกูนเราไม่กล้าที่จะไปบอกว่าห้ามฮารามนะใส่نقول لهم أنتم تفعلون ما لم يفعله الرسول ولا الصحابة ولا تقولون بدعة تسكتون. لكن المولد يحرمون هذا كتاب اسمه المصاحف اسم الكتاب المصاحف لابن ابي داود السجستاني اسمه المصاحف ابن ابي داود السجستاني ماذا يقول اول من نقط المصحف اول من نقط المصحف رجل ليس صحابيا من التابعين اسمه يحيى بن يعمر นะในตำรานี้บอกว่าคนที่ใส่จุดในอัลกุรอานเป็นคนแรกไม่ใช่คนในยุคซอฮาบะห์นะเป็นคนในยุคตาบีอีนมีนามว่าท่านยะฮยาบินยะอ์มุรอัลลอฮุอัลฮัมะฮูอันยะฎอะตะห์ตัลบาอ์นุกตะวะฟอกัตตานุกตะตัยนวะฟอกัลคานุกตะนุกตะวะตะห์ตัลจีมنقطة. الله تعالى بقى إلهام نا الله تعالى بيرجع هيه تان تام شيء نا ساي جود تونغ تونغ جيم تونغ با تونغ تا. فماذا يفعلون؟ لماذا يحرمون المولد إذن؟ لا بقى تناي لي جين بقى وا حرام تي جا تامولي. مفهوم هذا؟ فالبدعة ما أحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كان لا يخالف الشريعة يكون بدعة هدى. أما إن كان على خلاف الشريعة يسمى بدعة سيئة. والبدعة السيئة نوعان. بدعة كبيرة وبدعة مدينة. مي 2 نوع. 2 نوع.
بدعة اعتقادية في الاعتقاد وبدعة في العمل بدعة الاعتقاد ضررها أكبر كبدعة التشبيه تشبيه الله بخلقه هذا بدعة والبدعة من يقول بأن العبد يخلق فعله ليس الله يخلق أفعال العباد هذه بدعة في الاعتقاد سيئة وهي من نوع الكفر أما البدعة السيئة العملية كالذي يذكر الله بأه هذه بدعة سيئة عملية أو بدل أن يكتب صلى الله عليه وسلم يكتبون حرف صاد وحدها مجردة لا يكتبون صلى الله عليه وسلم يكتب حرف صاد هذه بدعة وبعضهم يكتب صلعا صاد ولام وعين وميم هذه أقبح من الأولى من كلمة من صاد من حرف صاد كتابة واضح المولد بدعة حسنة الطريقة سنة مستحبة بدعة حسنة وكثير أشياء فعلها العلماء لا تخالف الشريعة تسمى بدعة حسنة كذلك الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان رفع الصوت بالصلاة على النبي بعد أن يؤذن المؤذن أن يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هذا بدعة حسنة حصل في زمن محمد بن عبد الوهاب حادثة اسمه محمد بن عبد الوهاب ليس عبد الله محمد بن عبد الوهاب أتباعه أمسكوا مؤذنا كان أعمى لا يرى وكان صالحا أمسكوه وأتوا به إلى زعيمهم قال لهم هذا ماذا فعل لماذا أمسكتموه قالوا له هذا صلى على النبي بعد الأذان ماذا نفعل به قال لهم هذا يقتل فقتل ذكر ذلك مفتي مكة أحمد زيني دحلان قتلوه لأنه صلى على الرسول
พวกเขาฆ่ามุอัซซินคนนี้เพียงเพราะแค่ศอลาวาตต่อท่านนบีหลังจากอะซานฟิซูเรียมุอัซซินฟิลมัสยิดชื่อของกตาบมัสยิดفكان المؤذن يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فواحد كان في المسجد من هؤلاء فصرخ بأعلى صوته قال هذا حرام هذا لا يجوز هذا كالذي يعمل الزنا مع أمه أعوذ بالله ชายมุอัซซินคนหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซูเรียก็อาซานเสร็จก็ตลอดวันตอนนั้นมีนาออกมาเป็นการเสียงดังมีคนข้างล่างตะโกนสุดเสียงเลยบอกฮารอมนะทำเช่นนี้นะฮารอมการจะไปสละวาดนบีหลังชาวตาลเนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่าการทำดีนากับแม่ตัวเองในมัสยิดเองนั่นใช่คนนั้นแย่งมุอัซซินฟาซาระมุชกิละฟิลมัสยิดซาระดาร์บก็เกิดการถกเถียงซุมมาวะซัลอัลอัมรอิลามุฟตีหลังจากนั้นเรื่องดังกล่าวก็ถูกนำไปฟ้องร้องกับผู้ที่เป็นมุฟตีซูเรียในตอนนั้นอัลมุฟตีอัรซละขัลฟะฮาซัลรัจุลลซีฮัรอมะอัรซละขัลฟะฮูวะกาละละฮูอิซากุลตะฮาซามัรรอซานิยะลันฟิยันนะกะมินบิลาดิชชามมินซูเรียอัจอะลุกะคาริซูเรียนะมุฟตีก็บอกว่าถ้าหากเจ้าไปกล่าวเช่นนี้กับมุอัซซินอีกนะเจ้าไม่ต้องอยู่รัสเซียวะมะมะนะอะฮูมินัตตะดรีสแล้วก็ห้ามชายคนนี้นะจากการสอนไม่ต้องสอนไม่ต้องเปิดเตารอที่ไหนต่อไปอิห์ซะรูฮุมวะฮัซซิรูอะฮลียะกุมวะอัศดิกาอะกุมวะจีรานะกุมมินฮาอูลาฟิตนะมุชวิชูนฟิตนะก็ต้องระวังจากความคุ้มเคืองนะของพวกนี้จะต้องเรียนรู้ให้มีความชัดเจนالتاسع والعشرون عن معاذ رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الناروصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهادثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهمرواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره مسألة مهمة มีประเด็นสำคัญอยู่ประเด็นหนึ่งนะ انتبهوا لها جيدا ตั้งใจฟังให้ดี
إذا قيل لك ما الله؟ تقول الله موجود لا يشبه الموجودات. ถ้ามีคำถามว่าอะไรล่ะคือ Allah อะไรคือ Allah Allah ให้เราตอบว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีอยู่โดยที่ไม่คล้ายคลึงกับสิ่งใดๆทั้งหมด إذا قيل ذات الله ليس معناه الحجم เมื่อการมีการกล่าวถึงศาสตร์คำว่าศาสตร์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราก็อยากจะไปจินตนาการถึงเรื่องการมีขนาดذات الطاولة حجمها. نعم. เวลาเราพูดถึงศาสตร์ถ้าเป็นตัวตนของโต๊ะเนี่ยก็คือขนาดของมันแต่เวลาเป็นมัคโลเนี่ยพูดถึงตัวตนของสิ่งต่างๆก็จะหมายถึงการมีขนาด ذات الإنسان حجمه. ถ้าพูดถึงตัวตนของมนุษย์เนี่ยก็คือขนาดของมนุษย์รูปร่างของเขา ذات الشمس حجمها ذات القمر حجمهศาสตร์ของกอมะศาสตร์ของดวงจันทร์ศาสตร์ของดวงอาทิตย์ก็หมายถึงขนาดรอบวงของมันอัมมาอิซากีละซาตุลลอฮ์ليس معناه الحجم แต่ว่าเวลาถามถึงศาสตร์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการถามถึงขนาดนะกูลซาตบิมะนัลฮะกีกะฮ์แต่ซาตคือฮะกีกะฮ์คือแก่นแท้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุซาตุมุตตะซิฟุมบิซิฟาตอัลเลาะห์ตะอาลาคือซาตที่เป็นมีคุณลักษณะต่างๆ الوجود القدم البقاء السمع البصر الكلام นั่นก็คือคุณลักษณะต่างๆในวุจูดกิดัมบะกอมุคอลาฟะตุลฮาวาดิสในพวกเนี้ยนั่นคือลักษณะ انتبه معي قليلا قل انتبه معي قليلا ก็คือตั้งใจฟังหน่อยالله تعالى متكلم الله تعالى بن بوتي بود بصفة كلام ولا نقول ناطق نعم เราจะใช้คำว่า ناطق ไม่ได้ให้ متكلم الله متكلم بكلام لا يشبه كلامنا الله تعالى متكلم เป็นผู้ที่พูดด้วยกับสิทธิ์การามที่ไม่เหมือนกับกลามไม่เหมือนกับคำพูดของเราทั้งหลาย لأن كلامنا حرفเพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยเป็นอักษรวะลุกะมีภาษาวะซอตมีเสียงฮาซาซอตฮาซาฮัจมวะฮาซาฮัจมฮาซาซอตก็คือวัตถุสสารมากระทบกันแล้วก็กลายเป็นเสียงออกมาคลามุลลอฮิตะอาลาไลซะฮัรฟันวะลาซอตันวะลาลุกะกิจคำพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาสิฟัตกะลามของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่ใช่เสียงไม่ใช่อักษรและก็ไม่เป็นภาษาแบบเราลิอันนัสซอตะมะคลูกวัลลุกะมะคลูกะวัลฮะรฟมะคลูกเพราะว่าทั้งเสียงอักษรและภาษาล้วนแล้วแต่เป็นมะคลูกทั้งสิ้นกาลอิมามอบูฮานีฟะอันนี้มาอบูฮานีฟะได้กล่าวว่าฟิลฟิกฮ์อัลอักบัรในตำราฟิกฮ์อัลอักบัรวัลลอฮุยะตะกัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกล่าวلا ككلامنا ไม่เหมือนกับคำพูดของเราทั้งหลาย نحن نتكلم เราเวลาพูดเนี่ย بالآلات والحروف เราก็จะมีต้องใช้อวัยวะต้องใช้อวัยวะแล้วก็มีอักษร والله يتكلم อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเวลาพระองค์พูดเนี่ย بلا حرف ولا آلة ไม่มีอักษรแล้วก็มีเป็นไม่ต้องอาศัยอวัยวะเครื่องมือใดๆالشفتان آلة باء باء เครื่องมือก็คือเวลาเป็นมนุษย์ก็มีอะไรมีฝีปากมีลิ้นมีฟัน هناك بعض الحروف تخرج من الشفتين ميم ميم من الشفتين باء من الشفتين สอนบางอักษรก็ออกมาจากบริเวณฐานเกิดจากลิ้นฝีปากเช่นบะหรือมีม وهناك حروف تكون من الحلقบางส่วนก็ออกมาจากลำคอฮะเช่นอัลฮะซอฮีฮ์อัมมัลลอฮุตะอาลาคะลามุฮุไลซะบิฮะรฟวะลาบิซอตวะลาบิลุกะแต่กะลามของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เป็นเสียงไม่ใช่เป็นภาษา
ثم أنا كلامي مبتدأ ومختتم คำพูดของมนุษย์มีส่วนที่เป็นส่วนขึ้นต้นและก็มีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นจุดจบ كلامي له بداية وله نهاية มีคำขึ้นต้นและมีตัวที่ลงท้าย أقول بسم الله الرحمن الرحيم الباء أولا تنقضي الباء فتأتي السين ثم تنقضي السين فتأتي الميم فكلامي مبتدأ ومختتم فلان جن เวลาเราออกเสียงว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยก็คือเราเริ่มต้นด้วยกับบาเมื่อเราจบจากบาแล้วก็ต่อด้วยซีนแล้วก็จนจบฉะนั้นคำพูดของเราทั้งหลายเนี่ยจึงมีทั้งมุฟตะตะคือจุดเริ่มต้นมุฟตะตัมและก็จุดปิดท้ายอัมมากะลามุลลอฮิตะอาลากะลามุนวาฮิดแต่กะลามของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมีแค่เพียง1เดียวเท่านั้นไลซะละฮูบิดายะห์วะไลซะละฮูนิฮายะห์ไม่มีตอนต้นและมีตอนท้ายลานัสตะติอุอันนะตะซอวะระกะลามัลลอฮเราจึงไม่อาจจินตนาการได้นะถึงฮากีกัตของซีฟัตกะลามของอัลเลาะห์ตะอาลาลิอันนะฮูไลซะลุกะอาหรับียะห์เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอาหรับولا لغة إنجليزية. ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ. ولا لغة سيامية. ไม่ใช่ภาษาไทย. ولا لغة ملاوية. ไม่ใช่ภาษามาลายู. ولا أي لغة من اللغات. และไม่ใช่ภาษาใดๆทั้งสิ้น. لأن اللغات مخلوقة. ภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น. والله لا يتصف بصفات المخلوقين.عليكم السلام الله ไม่มีคุณลักษณะของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลาย إنما كلام لا يشبه كلامنا ถ้าจริงแล้วตาลานั้นสมพูดสมบัติกาลามไม่เหมือนกับคำพูดของเรา لا نستطيع أن نتصوره เราไม่สามารถที่จะทำการจินตนาการได้เลย الله أخبر في القرآن الله تعالى لا يسمت لنا القرآن وكلم الله موسى تكليما فتقول الله متكلم ولا تقول الله ناطق لأن النطق يكون بحروف ومسألة تكون سهلة المسألة لمن فهمها. المسألة دي بدني في ความง่ายได้มีความสะดวกง่ายได้เข้าใจง่าย. كما أنك لا تستطيع أن تتصور الله. สมมติว่าท่านนั้นไม่สามารถที่จะทำการจินตนาการกับอัลลอฮฺตะอาลาได้. لأن الله ليس حجما. เพราะอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ใช่เป็นรูปร่างلا تستطيع أن تتصور كلام الله. ดังนั้นท่านจึงไม่มีความสามารถที่จะทำการจินตนาการเกี่ยวกับกำลังของอัลเลาะห์ตะอาลาได้ لأن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. เพราะคำพูดของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่ใช่เป็นอักษรไม่ใช่เป็นเสียงและก็ไม่ใช่เป็นภาษาولكنبالنسبة لما نقرأه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد การคำนึงถึงสิ่งที่เราได้ทำการอ่านกุรอานว่าคุณวงมองว่าฮัจฮ์ที่ الألفاظ เหล่านี้ถือว่าเป็นถ้อยคำ عبارات عن كلام الله الذي لا يشبه كلامنا เป็นสำนวนที่บ่งชี้ถึงกาลามของอัลเลาะห์ที่ไม่เหมือนกับกำลังของมักลุก إذا كتبنا على اللوح เมื่อเราได้ทำการเขียน كلمة كلمة نار คำว่า النار ไฟ وأنا وضعت يدي على كلمة نار แล้วเราก็เอามือของเราไปวางที่ถ้อยคำ النار ไฟเนี่ย هل تحترق มันจะไหม้เราไหม لا تحترقلو كتبت كلمة ماء ترى كين كم ماء نام เนี่ย هل تبتل لو จะเปียกไหม لو كتبت كلمة الله ترى كين
ถ้อยคำรับดุลจาระอัลลอฮ์ فيقول فيقول سهام الدين ما هذا أقول الله لكن أنا لا أعبد لا أعبد ألف واللام واللام والهاء لفظ يدل يدل على الذات الذي نعبده โอเคถ้าคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ได้ทำการอิบาดะห์อักษรอัลิฟลามลามฮาเลยแต่รับดุลยะละอัลลอฮ์เนี่ยบ่งชี้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอัลลอฮ์บ่งชี้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาكذلك الألفاظ في المصحف نقول عنها كلام الله ليس معناه أن الله نطق بالباء والسين والجيم إنما هي هذه الألفاظ تدل على كلام الله الأزلي الأبدي บ่งชี้ถึงกาลามุลลอฮ์ที่ยังคงมีอยู่แล้วก็มีตลอดไปอัลลซีไลซะฮัรฟันวะลาซอตันวะลาลุฆะซึ่งไม่ใช่เป็นอักษรเป็นเสียงแล้วก็ไม่ใช่เป็นภาษากาลามุลลอฮ์ที่บ่งชี้ถึงกาลามุลลอฮ์ที่ดับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เป็นเสียงไม่ใช่เป็นอักษรไม่ใช่เป็นภาษาลิมาซะนะกูลอันฮากาลามุลลอฮ์เราได้เราถึงกล่าวว่าเป็นกาลามุลลอฮ์ในกุรอานلأنها ليس من تأليف محمد. ربما ไม่ใช่เป็นการประพันธ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ولا من تأليف جبريل. ไม่ใช่เป็นการประพันธ์ของท่านจิบรีล الذين سمعوا كلام الله في الدنيا ثلاثة. الذين سمعوا كلام الله في الدنيا ثلاثة. ซึ่งท่านจิบรีลนั้นได้ยินกาลามุลลอฮ์ซะลาซะซัมجبريل أثام حد كان دين جبريل وسيدنا محمد ليلة المعراج لا تن سيدنا محمد بكون معراج ونبي الله موسى عليه السلام لا نبي الله موسى عليه السلام في دين كلام الله جبريل رئيس الملائكة جبريل بن بناء قوم لهم الملائكة سمع كلام الله الأزلي الأبدي دين กาลามุลลอฮ์ที่มีมาตั้งแต่เดิมแล้วก็มีตลอดไปนั้นตอนไม่ได้สิ้นสุดฟะฟะฮิมะจิบรีลจิบรีลเข้าใจอันนัลลอฮะยะอ์มุรุฮุวะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงประทานให้เขาอันยะคุซัลกุรอานะมินัลลอฮฺฮัลมะห์ฟูซฮะยะวันกุรอานจากอัลมะห์ฟูซลิอันนัลกุรอานะกานะมักตูบันอะลัลลอฮฺฮัลมะห์ฟูซกุรอานนั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้ในลอฮฺมะห์ฟูซلأنه ذكرنا أمس أن اللوح المحفوظ كتب فيه كل ما يحصل في هذه الدنيا. هو ما وعند الله كم كان قام له وان في كل شيء نبيه محفوظ أن جميع كل شيء في تقدم تقوي في لوح الدنيا هذه. فأخذ جبريل القرآن الذي كان مكتوبا على اللوح المحفوظ باللغة العربية.ท่านจิบรีลก็ได้เอาอัลกุรอานที่อยู่ในมะฟูซนั้นเป็นภาษาอาหรับเอามาเป็นภาษาอาหรับวะนะซะละบิฮิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดแล้วก็นำลงมาให้กับท่านซัยยิดินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกะรอะจิบรีลุลกุรอานะอะลารอซูลแล้วท่านจิบรีลก็ทำการอ่านอัลกุรอานให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ไลซัลลอฮุقرأ القرآن على الرسول كما يقرأ الأستاذ على الطالب. الله تعالى بشيء. فرتمكن عن القرآن ملنكر. كروتمكن عن القرآن ملنكر بسيط. إنما جبريل هو الذي قرأ القرآن على الرسول. لتوا تجينا تجبريل تنهاتي تمكن عن القرآن هيك تن رسول الله. وهذا معنى قوله تعالى. كم تذكر الله تعالى جبار إنه لقول رسول كريم هذه الآية من بين كم قلّوا قوم طول تيمي كيت وتن جبريل إنه الهاء الضمير أي القرآن يعود إلى القرآن إنه هو إنه ضمير كفاية القرآن لقوله أي ما قرأه لقوله أي ما قرأه مقروء لقوله 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 سنتين ถูกอ่าน
รอซูลจิบรีลรอซูลตุอานคำนี้ในตุอานโดยทูตรอซูลนี่คือท่านจิบรีลฮุนารอซูลจิบรีลแต่ที่นี่รอซูลทูตก็คือท่านจิบรีลกะรีมอันดัลลอฮ์وربنا وصفه بأنه ذو قوة إنه لقول رسول كريم ذي قوة له قوة كبيرة أقوى مخلوقات الله جبريل الله تعالى عليه الصلاة والسلام قال لسنا قال كان جبريل وكان جبريل بين فوتي بطلان فكان جبريل بين فوتي بطلان الله سبحانه وتعالى فكان جبريل يقرأ القرآن على الرسول. وكان الرسول عليه السلام يحرك لسانه مع قراءة جبريل. الرسول ده كان جبريل كان جبريل. حتى لا يفلت منه شيء. فأخبر الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به معناه الله ضامن لك يا محمد أن يحفظه لك في صدرك فلا يفلت منه شيء لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أي الله ضامن لك كافل لك يا محمد أن يحفظ القرآن لك في صدرك فلا يفلت منه شيء إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه أي اتبع قراءة جبريل وقال بعض المفسرين فإذا قرأناه معناه إذا جمعناه إذا جمعناه لك يا محمد في صدرك فاتبع قرآنه اعمل به فإذا من سيسألك ويقول لك القرآن مخلوق أو ليس مخلوقا تقول له اللفظ الذي نزل به جبريل على سيدنا محمد باللغة العربية ومبتدأ ومختتم ويطبع على الأوراق ويكتب على اللوح ثم ينحى هذا مخلوق لكن نقول عنه كلام الله لأنه يدل على كلام الله الأزلي الأبدي มันได้บ่งชี้ถึงกาลามุลลอฮ์สิ่งเป็นสิ่งของอัลลอฮ์ตะอาลาที่เพียงคงมีอยู่แล้วก็มีอยู่ตลอดไปนี่นะครับอัมมัลกุรอานุบิมะอ์นัสซิฟะซิฟะตุลกะลามสําหรับกาลามของอัลลอฮ์ตะอาลาที่อยู่ในความหมายของซิฟะตของอัลลอฮ์เนี่ยฟะฮุวะไลซะมักลูกันนั่นไม่ใช่เป็นมักลูกแน่นอนกะลามุนวาฮิดุนอะซะลีอุนอะบะดีเป็นกาลามุลลอฮ์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีตลอดไปนี่นะครับวะฮาซาอิจมาอุนลิอันนะฮูอัมรุนบิลอะติกาดบิอุซูลอะติกาดอิบนมัตตีในการยึดติดความจิตมั่นเป็นรากฐานของการยึดติดความจิตมั่นของ ذكر ذلك أبو علي السكوني الإشبيلي أبو علي السكوني الإشبيلي من بلاد الأندلس فإذا القرآن له إطلاقان القرآن يعني لازم أنك لو تقول كاي يسوع نيا بيجن
يطلق على صفة الكلام كلام واحد ليس له بداية ولا نهاية ليس بمبتدأ ولا مختتم لا يدخله تقطع ويطلق القرآن على اللفظ الذي نزل به جبريل على سيدنا محمد هذا مخلوق أما صفة الكلام أزلية أبدية هذا مهم جدا لأن المجسمة يعتقدون أن الله تعالى يتكلم بالحرف والصوت يقولون الله يتكلم ككلامنا ويضعون الآية في غير موضعها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه الآية يعتقدون أن الله تعالى كلما يخلق شيئا يقول له كن كاف ونون ويقول هنا كن وهنا كن يعني عندما ينزل مطر على قول هؤلاء الله يقول لكل قطرة لكل نقطة تنزل يقول لها كن 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 سخافة سخافة عقل أين عبد العزيز قل كن قل صعب أو سهل سهل هذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما معناها آيات دان كامي الله تعالى سمو سنتاي لا قوم سبدر كن فيكون معناها أن الله يخلق الأشياء بسهولة من دون تعب من دون مشقة الإنسان سهل أن يقول كن فربنا يخلق الأشياء من دون مشقة ولا تعب ليس كهؤلاء يقولون الله يقول كن وهنا كن وفي جنوب وفي ستون كن وفي بنكوك كن وهنا كن وهذه الشجرة كن ما هذا والسمك في البحر يقول كن والمطر لما ينزل سخافة عقل الحمد لله الذي وفق أهل السنة الأشعرية الماتريدية لفهم هذه المعاني هذا الإمام أبو حنيفة هو الذي قال والله يتكلم لا ككلامنا نحن نتكلم بالآلات والحروف ألات لين لقاء
والحروف والأكسون. الآلات كاللسان والشفتين هذه آلات. الآلات أو إدلي كن لين لين في بعض مرام. เราได้ทำการกล่าวด้วยกันลิ้นและก็ลิ้นฝีปากและรูปแต่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ทรงตรัสเช่นนั้นมันกล่าวอัลลอฮฺ يتكلم بالحرف والصوت ผู้ใดก็ตามที่ทำการกล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงจ่าด้วยกับอักษรและก็ด้วยกับเสียง جعل الله كالإنسان พวกเขาได้ทำให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นเหมือนกับมนุษย์เองما عرف ربه ما عرف خالقه لا يكون مؤمنا قال الامام الطحاوي قبل 1000 سنه في عقيدته التي ذكر انها بيان عقيده اهل السنه والجماعه ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر التشبيه والعياذ بالله مصيبة كفر من يشبه الله بخلقه كذب القرآن الكريم Allah Ta'ala ke makhluk kan dua bin bala bin hayana hingga kufur. Fasifatullahi la tushbihu sifatina. Dan sifat tentang Allah Ta'ala dan main dengan pada pelaksana orang. Qala al-imam Zannun al-Masri wa Ahmad ibn Hanbal. Qala al-imam Zannun al-Masri wa Ahmad ibn Hanbal aydan. Ibn Hanbal, dekla wa cidukkan. Kullu ma khatara bibalik ทุกสิ่งที่ได้พูดขึ้นมาในสมองของท่านเนี่ย فالله لا يشبه ذلك الله تعالى ไม่คล้ายเหมือนกับสิ่งนั้นกล่าวแน่นอน بارك الله فيكم قرأنا 30 حديثا 30 غدا حصة واحدة نكمل 10 وصوروا الإجازة وغدا نوزع عليكم الإجازة مع السند إن شاء الله تعالى30 hadis dan bumi insyaAllah roda anis hadis dan jadinya berapa yang temukan sendiri ijazah naikkan orang tengah Barakallahu fikum al-yawm kullahum al-yawm ma ra'aitu niyaman ini cari perintah cek ni ไม่ เห็น พวก เรา temukan non lay bentar berpud ing bentar tengah cek ni al-an namu laysa muskila بارك الله فيكم جميعا نهلل ثلاث مرات معا لا إله إلا الله لا فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله